صيدي عرب والمخرج سيمو مصور. عناوين النشرة: في الوقت الضائع حكوميا، الحريري يؤكد أن لا وساطة فرنسية ولا تدخلا سعوديا، والهدف حكومة وحدة وطنية. عون أمام ترنتا، تمديد اليونيفيل وفق الشروط نفسها. الباخرة التركية في الذوق وأزمة المولدات بين الشروط والشروط المضادة. ترامب: العقوبات الأقصى على إيران وفي تشرين الثاني ستصل إلى مستوى أعلى. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. على ظهر البواخر التركية للكهرباء، أكثر من اشتباك كان الأفرقاء السياسيون ضالعين أو شهودا على فشل السلطة في التوصل إلى تحقيق الحل المستدام. ومن متفرعات هذا الاشتباك أزمة المولدات التي فتحت مواجهة بين الدولة وأصحاب المولدات المتمسكين برفض تركيب العدادات وتحديد التسعيرة على أن تكون المهلة المعطاة حتى 10 من تشرين الأول المقبل على محك الترجمة. لكن العبء الأكبر يقع في النهاية على المواطن الذي يدفع فاتورتين ويكون في مطلق الأحوال كبش المحرقة، كما هو حاصل في أزمة القروض السكانية وأزمة المدارس الخاصة والمعلمين وارتفاع الأقساط المدرسية وسط ارتفاع أيضا في نسبة البطالة. وعلى ظهر تأليف الحكومة حمولة زائدة من التعقيدات السياسية تبقي مسار الخيارات ضبابيا، ففريق 8 من آذار يبقي البازار الحكومي مفتوحا إن عبر تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة النظر في حجم تمثيل الثنائي الشيعي أو إحياء طرح حكومة الأكثرية أو فرض التطبيع مع سوريا كأمر واقع، فيما جدد الرئيس المكلف سعد الحريري السعي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متوازنة سياسيا، نافيا أي وساطة فرنسية أو أي تدخل سعودي. وفي ظل مؤشرات إطالة أمد الحكومة تتجمع في الأفق الإقليمي والدولي تداعيات دخول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ. هذه العقوبات وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها الأقصى، محذرا من سيتعامل مع إيران تجاريا بمنعه من التعامل مع الولايات المتحدة. مع انتقال الباخرة التركية الثالثة إلى الذوق، ينتظر أن تبدأ الباخرة بإنتاج الطاقة بين مساء اليوم أو صباح غد، ومن المرتقب أن تنتج ما بين 100 إلى 120 ميجاوات لتؤمن لسكان كسروان وجزء من مناطق المتن وجبيل تغذية تتراوح ما بين 22 إلى 24 ساعة يوميا، مع الإشارة إلى أن الباخرة القادرة على إنتاج نحو 235 ميجاوات لن تتمكن من إنتاج أكثر من 100 إلى 120 ميجاوات لمنطقة كسروان، على أن هذه القدرة تبقى أفضل مما كانت تنتجه في الجي أي 40 ميجاوات. في هذا الوقت مواجهة بين الدولة وأصحاب المولدات الذين منحوا حتى 10 من تشرين الأول المقبل لتركيب عدادات والالتزام بالتسعيرة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من وزارة الداخلية مندوبنا مروان الأدوم. مروان. نعم دعاء، إذن التهديد الذي قام بهم بالأمس يعني أصحاب المولدات خلال المؤتمر الصحفي في فندق رويال في طي لم يجد نفعا أبدا مع الوزراء المعنيين،
في شأن الطاقة والكهرباء أي وزير الداخلية والبلديات معاذ مجنون ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد رائد خوري. طبعا اليوم كان هناك اجتماع ثلاثي أعلن عنه بالأمس من أجل معالجة هذه الأزمة والوقوف يعني نستطيع أن نقول الوقوف في وجه أصحاب المولدات وإجبارهم على يعني تركيب عدادات في منازل المشتركين لعدم الغش لأن الفواتير كانت في الأشهر الماضية باهظة جدا دعاء وعدد كبير من المواطنين رفضوا دفع هذه الفواتير أو تذمروا من أسعارها الغالية وعدد من رؤساء البلديات أيضا لم يوقعوا على الكشوفات هذه الكشوفات التي تحدد التسعير من قبل منسق المولدات وخاصة في منطقة جبل لبنان. إذا هذا الاجتماع بدأ عند الساعة 12 ظهرا كما أشرنا ضم وزير الداخلية والبلديات نهاد المخنوق وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة وانضم أيضا إلى هذا الاجتماع مدير عام الاقتصاد علي عباس وقائد الدرك العميد جوزيف حلو. المخنوق يعني طبعا بعد الاجتماع في المؤتمر الصحفي أكد أن يعني القوى الأمنية ووزارة الداخلية جاهزون كوزارة داخلية لمساندة أي قرار تتخذه وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك وللاستمرار في عمل المولدات. ويعني نستطيع أن نسمع ما قاله الوزير نهاد المشنوط بالصوت إذا كان جاهزا لأن المؤتمر الصحفي لا يزال حتى الساعة. نحن مهمتنا كوزارة الداخلية هي دعم كل خطوة بتقوم فيها أي وزارة خاصة وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة لأنه الخدمة اللي عم نحكي عنها هي خدمة حياتية وضرورية وأساسية بحياة كل مواطن. الوزير رائد خوري قال قررنا التعاون مع كل الوزارات المعنية من أجل تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بهدف تركيب العدادات التي تمنع الغش من قبل أصحاب المولدات. قررنا أنه كل الوزارات المعنية تتعاون لتطبيق القرارات اللي أخذتها وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات ابتداء من 1/10 هيدي السنة. بالنتيجة هيدي الرسالة اللي بدنا نقولها اليوم أنه الدولة حازمة بهذا الموضوع، ما لح نقبل بتاتا تتطفى الكهرباء من قبل أصحاب المولدات على المواطنين. الدولة بكل أجهزتها بلديات قوى الأمن وزارة الاقتصاد وزارة الطاقة كلها لح تحط كل جهدها لتمنع أي نوع من استغلال أو تمرد من قبل بعض أصحاب المولدات. الوزير سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه قال جاهزون في تطبيق كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن أزمة المولدات الكهربائية ونؤكد أننا نتعامل مع هذا الموضوع من زاوية قانونية بهدف حماية المواطن اللبناني. المواطن كان عم يدفع على المقطوع كهرباء صرفها أو ما صرفها كان عم يدفع حقها المواطن لصاحب المولد، وبذلك الأمر كان في غبن على المواطنين يلي عم يدفعوا أوقات كهرباء ما صرفوها. لذلك الأمر تم الاتفاق بين ثلاثتنا بين ثلاث وزارات على تركيب عدادات للمولدات حتى المواطن يكون حقيقة عم يدفع اللي عم يصرفه، وهذا أمر ما بشوف فيه غبن لصاحب المولد. سيكون هناك أيضا دعاء يعني اجتماعات تحضيرية لعملية بدء تنفيذ تركيب العدادات، وأيضا سننتظر ردة فعل أصحاب المولدات. إذن المواجهة سوف تطول بين أصحاب المولدات والدولة اللبنانية من أجل إحقاق الحق للمواطن. من وزارة الداخلية مروان الدوم صوت لبنان. شكرا لك مروان.
شدد رئيس الجمهورية ميشيل عون على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان وظروف غير المستقرة التي تحيط بالمنطقة تحتم تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل وفق شروط نفسها. ونوه عون خلال استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا بالدور الذي تلعبه الكتيبة الإيطالية في مناطق انتشارها وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية، وشكر إيطاليا على المساعدات التي تقدمها للبنان والدور الذي تلعبه أو لعبته إيطاليا في تنظيم مؤتمري روما 1 وروما 2. وفي ملف عودة النازحين السوريين تمنى على إيطاليا المساعدة في ذلك وعدم ربط العودة الآمنة لهؤلاء النازحين بالاتفاق على حل سياسي للأزمة السورية الذي يمكن أن يطول. الوزيرة ترينتا جددت من جهتها التزام بلادها العمل ضمن القوات الدولية في الجنوب، ولا سيما بعدما تسلمت إيطاليا قيادتها، مؤيدة مطلب لبنان التمديد لليونيفيل من دون أي تعديل لمهامها. وأشارت إلى أن حكومة إيطاليا فتحت اعتمادات للبنان وطلبت إلى الشركات الإيطالية المساهمة في عملية النهوض التي يقوم بها، معربة عن استعداد بلادها للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي لحقت بلبنان نتيجة تدفق أعداد هائلة من النازحين إليه. على خط تأليف الحكومة، أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن السعودية لا ولم تتدخل في التأليف، وأقسم تعبر عنه وتتمناه هو أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وذلك ردا على ما أثير حول طلبه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان، وأن تلقيه نصائح فرنسية بأن عليه ألا ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي والمبادرة سريعا لتفعيل أقنية الاتصال مع الجانب الروسي المؤثر في المعادلة الإقليمية لتسريع تأليف الحكومة الجديدة. وأكد الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن الزيارة التي قام بها مؤخرا للخارج كانت محض عائلية ولم يتخللها أي اتصالات أو لقاءات مع أي مسؤولين، معتبرا أن ترويج مثل هذه الأخبار الملفقة وصادرة عن ذات الجهة والمصدر تهدف إلى تشويه الوقائع وإلقاء مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة على السعودية. وشدد الحريري على أن المساعي والجهود المستمرة التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بتأن وروية تهدف في النهاية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متوازنة سياسيا تشارك فيها جميع القوى بمعزل عن أي تدخلات خارجية. النائب الأولى نحاس اعتبر عبر إذاعتنا أن الأزمة سببها غياب رجال الدولة. نحن قدام أزمة حقيقية وهن قاعدين عم يتسلوا مين بيطلع لي شو بيطلع لي كم حصة. أنا رأيي اقتراح من عندي أنه يطلعوا من هالقصة يبلشوا يعدوا يفتشوا بالنتيجة كيف بدوا يطبقوا إصلاحات صادقة. نحن منطبق إصلاحات يلي هي جايب 13 صفحة، كل واحدة منهم بدها توافق، بدها طائف خاص. إذا بيتوافقوا على كيفية تطبيق الإصلاحات نحن مانا بحاجة لفاد، نحن لأنه منكون عكسنا النهج. نحن شو عم وصلنا لها الأزمة؟ النهج السياسي، النهج القائم بالتعاطي بالأمور العامة. نحن ما عنا رجال دولي، نحن بدنا نخلق رجال دولي من جديد. الوزير رائد خوري اعتبر في حديث لإذاعتنا أن جمود الحركة بين قصر بعبدة وبيت الوسط سببها الاختلاف في وجهات النظر من عملية التأليف. نحن كتيار وطني حر وكتكتل معروف أحجامنا ومعروف مطالبنا، واللي عم بشكل الحكومة رئيس الحكومة على بانتظار هو يبلور كيف بده يوزع الحقائب ويوزع الوزارات. أكيد الوزير بصير حيالله لحظة يجتمع مع الرئيس الحريري، ما في أي مشكلة بهذا الموضوع. الجو العام يشي بنوع من برود بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف، هل هذا صحيح؟ لا، برودي بالمعنى اللي عم نحكي فيه لا، بس إنه طبعا هلأ في جمود، في اختلاف وجهات النظر، إن شاء الله قريبا تنحل. بعتقد هذا السبب يلي أنت عم تسميه برودي، إنما ما في شيء تاني يعني، ولا بالسياسة ولا بشيء أعمق من هيك. النائب بليس حنكاش تحدث عن التطورات السياسية لتلفزيون المستقبل. المتسلطين الجدد بهذا البلد كله بيجي تيكبر حصصه تيزيد حصصه بقلب الدولة، في المزيدين اللبنانيين يلي بيدوروا بفلك النظام السوري بطبيعة الحال متكتلين بمطرح واحد وعم بيشدوا بنفس الاتجاه.
يعني كل هالتركيب اللي موجود اليوم عوجة، لأنه النظام أعوج، في سيطرة على مقدرات الدولة المركزية. اليوم في واقع، اليوم ما بقى منقدر، اليوم لبنان على شفير تدهور، نقلنا إيه ونقلنا لا. اليوم حزب الكتائب شو بيعتقد الحل؟ اليوم هي تأليف حكومة إنقاذية. اليوم في واقع، الحكومة اللي رح تجي رح تكون ممثلة مجلس نواب، وما حدا رح يجي حاسب حدا، ورح نرجع نفوت بزيت النهج، المحاصصة والخدمات والزبائنية، وبدك تجي لعندي كحزب تتقدر تفوت على الدولة، وإلا ما بتفوت. النائب فيصل الصايغ أكد أن اللقاء الديمقراطي لطالما قدم تنازلات حكومية لصالح البلد، لكن في المرحلة الأخيرة لم نرى أننا نقابل بإيجابيات كالتي نطرحها، بل إن التعاطي كان سلبيا تجاهنا. واعتبر الصايغ أن العقدة ليست درزية ولا نتعاطى بمنطق الاستئثار، مشيرا إلى أن مطالبة اللقاء الديمقراطي بحقوقه ترمي لتحقيق الاستقرار في البلد وإنتاج حكومة فاعلة تعكس نتائج الانتخابات، حذرا من أعراف تشوه توازنات الطائف. عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن سأل في حديث لإذاعتنا عن مصير مرسوم التجنيس المريب. وين صار مرسوم التجنيس المريب؟ في إهانة لعقول اللبنانيين، في 407 جنس و85 مجنس منهم، يعني لا يستوفي في الشروط وفي تقرير الأمن العام. طب ليه كلفنا الأمن العام إذا بدناش ناخذ رأيه ونحترم رأيه من الناحية الأمنية ومن الناحية القانونية؟ السيد إيميراي عون اليوم بصحيفة الجمهورية حملت إعادة النظر بالمرسوم، فينا نسحب المرسوم، فينا نلجأ لأي إجراء دستوري مع الفكرة الواضحة هلا، ولكن لابد من تعديل هذا المرسوم وتصحيحه لأنه فيه شوائب، والاعتراف بالخطأ فضيلة وليس نقيصة. رأى وزير الاقتصاد السابق الحكيم أنه على الرغم من وجود معايير تدل إلى مشكلة اقتصادية إلا أن هناك مظلة سياسية خارجية على لبنان، وأكبر دليل تداول اللبنانيين بعملة غير عملتهم الوطنية وهي الدولار الأمريكي. واستنتج حكيم في حديث لموقع MTV الإلكتروني أن البيئة النقدية بحالة جيدة والانهيار تاما لليرة اللبنانية بالرغم من التضخم وتضاؤل الاستهلاك والحالة الاقتصادية المزرية، لأن العامل الأول والأخير يبقى الثقة بمصرف لبنان وبجمعية المصارف وعملهما. وإلى تغريدة اليوم. غرد رئيس الكتائب النائب سامي الجمي مستذكرا محطة السابع من أب، وقال الدفاع عن الحرية في كل زمان ومكان. هل من عودة قريبة للنازحين السوريين؟ بعد الفاصل. في منشات المساء ليوم الثلاثاء، هل من حملة خارجية لتطويق العهد من خلال معركة التأليف؟ وما هو موقف حزب الله من المواجهة الجارية؟ وأية أكلاف يدفعها اللبنانيون؟ وإلى متى؟ الجواب مع الكاتب السياسي جاد يتيم. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم شرب المروح. في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تخصيص مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم على الأراضي اللبنانية كافة، وبدأ استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من الساعة 3 بعد الظهر ولغاية 6 مساء، على أن يصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور مغادرتهم. رحب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالمبادرة الروسية، وأكد استعداد الأمن العام للتعاون مع من يريد إعادة النازحين، لأن الأمن العام هو المعبر الإجباري للعودة، مشيرا إلى أن هذه العودة لا يمكن أن تتم من دون التواصل مع الدولة السورية. وقال في حديث إلى مجلة الأمن العام إن المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش، وكذلك المعابر الشرعية تحت إدارة الأمن العام. وإذا أكد أن مكافحة الإرهاب مستمرة
مرة أشار إلى أن الإرهابيين افتقدوا مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع ومحاولاتهم لإحياء الأعمال الإرهابية تحت المراقبة. ولاحظ أن مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة لا تزال طبيعية، مشيرا إلى أن حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الأمني الذي لا يعززه سوى الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. المعطيات تشير إلى أن عودة النازحين الطوعية غير قابلة للتحقيق حتى الساعة. تقرير يلقي الضوء مع جيتا مارون. ثائر نازح سوري أتى إلى لبنان هربا من الحرب التي دمرت بلاده ليشكل وجوده ووجود الآلاف من شعبه عبئا كبيرا على لبنان واقتصاده، ما جعل بلدنا يختنق من أزمة النزوح، وبدأت المساعي التي باءت بالفشل حتى الساعة لإعادتهم إلى بلادهم. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان أول المبادرين إلى ضرورة إشراك طرف دولي ثالث لحل هذه المعضلة بعد زيارته روسيا في تشرين الأول من العام الماضي، وقد أبدت حينها موسكو استعدادها لذلك. واليوم تحول الاستعداد الروسي إلى قرار دولي بعد قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في تموز الماضي. وأتت المبادرة الروسية في إطار هدف روسي يقضي بإعادة تأهيل النظام السوري على الساحة الدولية وحث الفرقاء الأوروبيين والأمريكيين والإقليميين على تطبيع العلاقات معه مقابل إعادة النازحين بعدما بات بقاؤهم في الدول المضيفة ضاغطا على كل الصعد. وتبدو المبادرة الروسية مشروطة التحقيق بحصولها على تأييد دولي في مجلس الأمن، غير أن المحاولة لم تنال حتى الساعة الاستجابة. والعسكرية التي تؤخر العودة. للأسف يبقى المشروع الروسي لعودة النازحين إلى الأماكن التي هجروا منها غير قابل للتحقيق إلا على نطاق ضيق جدا. ووفق المعطيات يبدو الحديث عن عودة النازحين الطوعية والأمينة والوشيكة غير واقعي قبل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا. وفي ظل الانقسام الداخلي الرسمي حول التعامل مع النظام السوري، لم يترافق التعاطي الرسمي مع المبادرة الروسية مع دور فاعل للدبلوماسية اللبنانية وصولا إلى إثارة القضية في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي من الضروري فور تشكيل الحكومة الجديدة المبادرة إلى إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، على أن تأخذ بعين الاعتبار وضع سياسة عامة واضحة تستند إلى معايير القانون الدولي والتزامات لبنان الدولية وحماية سيادة لبنان. دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على النظام الإيراني حيز التنفيذ، وهي تستهدف التبادل المالي وقطاعي السيارات والطيران. وقبل ساعات من إعادة فرض العقوبات، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بشن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب. في هذا الوقت أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني إنما لتغيير سلوكه، ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى اتفاق جديد يكبح جماح إيران، مشيرة إلى أن هناك عقوبات تستهدف أهم مصادر تمويل الحرس الثوري. وأكدت أن واشنطن ستطبق الضغط الاقتصادي على إيران حتى يكون هناك صفقة جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي الأشد على الإطلاق، وأشار في تغريدة عبر تويتر إلى أن العقوبات ستصل في تشرين الثاني إلى مستوى أعلى، وقال كل من يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة. مع بدء تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها. وقالت في خلال زيارتها نيوزيلندا: سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصاديا من هذا الاتفاق، لأننا نعتقد أن
هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم أجمع. وزير الخارجية البريطاني قال من جهته إن القرار يعود للشركات البريطانية إن أرادت مواصلة نشاطها التجاري في إيران. إلى ذلك أعلنت شركة دايملر الألمانية وقف أنشطتها في إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن ناتان إيشل وهو أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية دعا الدروز في الأراضي المحتلة إلى الانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك، وذلك على خلفية احتجاجهم على قانون القومية الذي أقره الكنيست. وسرع مكتب نتنياهو إلى التنصل من التصريح وقال ردا على ذلك بيان من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة الدرزية، ومن المثير للسخرية محاولة نسب هذه المقولة إليه. قال التلفزيون التركي نقلا عن مصادر دبلوماسية إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين. أشار صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف خلف عملية اغتيال العالم السوري عزيز إسبر من خلال تفجير سيارته السبت الماضي. قتل عنصران من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة إسرائيلية على موقع في شمال قطاع غزة. صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. أعلنت أستراليا أنها طالبت كوريا الشمالية خلال اجتماع نادر بين دبلوماسيين من البلدين العمل على إحراز تقدم فيما يتعلق بملف رفات 43 جنديا أستراليا فقدوا أيام الحرب الكورية. قتل 4 سياح بولنديين في تحطم طائرة صغيرة في ولاية ألاسكا الأمريكية. سجلت مدينة البصرة العراقية أعلى درجة حرارة خلال الساعات 24 الماضية بلغت 49 درجة مئوية ونصف. لا تزال ولاية كاليفورنيا تعيش تحت هول موجة الحرائق التي اندلعت منذ 27 من الشهر الماضي، وتقول السلطات إنها لم تسيطر سوى على 30% من الحرائق، مرجحة ألا تنتهي الكارثة بشكل كامل قبل أسبوع آخر على الأقل. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وضباب كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. كان في هذه النشرة في الوقت الضائع حكوميا الحريري يؤكد أن لا وساطة فرنسية ولا تدخلا سعوديا والهدف هو حكومة وحدة وطنية. عون أمام ترنتا تمديد اليونيفيل وفق الشروط نفسها. الباخرة التركية في الذوق وأزمة المولدات بين الشروط والشروط المضادة. ترامب العقوبات الأقصى على إيران وفي تشرين الثاني ستصل إلى مستوى أعلى. بهذا نأتي لختام نشرة الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.